حاجة إن شاء الله خير. وبصي كل من يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا انا مخنفه شويه عشان عندي برد بس مش كورونا، ما تخافوش، مش مؤثر خالص، ما احنا كلنا متواجدين ومبسوطين. وبعدين ده احنا اقل بلد في العالم، يعني ما اكتشفوا حاله وبعد كده قالوا 12 حاله كانوا على مركب، يعني ما كانوش جوه الاقصر، وبسبب واحده من تايوان. ده اللي انا قريته. انا مش قلقانه من كورونا خالص، بنقول الحمد لله، هي دي الوقايه، الحمد لله، ربنا هو الحارس وربنا يحرسنا ويكرمنا ان شاء الله. المهم الناس يكون عندها وعي، المهم ان نهتم بالموضوع يعني. لكن انا بعتقد ان برضو الصحف العالميه مضخمه الامور، وانت عارفه الامور دي بتبقى اقتصاديه وسياسيه، واللي طلع يعني اقتصاد قرب يطلع يسبق امريكا لازم نرجعه ورا. لكن في خطوره ما نقدرش ننكر، لكن برضو مش بالحجم الكبير ده. وفي النهايه برضو كل واحد لازم يخلي باله يعني. فان شاء الله مصر امنه، وان شاء الله هتعدي زي ما عدت حاجات كتير قوي قبل كده.